أهلا بكم من جديد. أحال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واقعات قيام عارضة أزياء بعمل جلسة تصوير داخل أحد المواقع الأثرية مرتدية ملابس فرعونية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال وزيري إن الوزارة حريصة على الحفاظ على الأماكن الأثرية وتاريخ الحضارة المصرية القديمة، وأن أي شخص يثبت تقصيره في حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته بعد انتهاء تحقيقات النيابة في الواقع. نشير أيضا إلى أن المتهمة بين قوسين قد تم إلقاء القبض عليها بعد أو يعني قبل قليل من الخروج أو من بداية الحلقة. واضح أنه الموضوع بيكبر. خلونا نروح للأستاذ ماجد عاطف الكاتب الصحفي عبر خدمة سكايب من القاهرة. أستاذ ماجد برحب بيك. طبعا مش شايف الموضوع كبر شويتين؟ يعني ما تحسش أبدا أن الصورتين اللي شفناهم دول يستتبعهم كل بيانات من دكتور مصطفى وزيري لأن حالة النيابة العامة قبض عليها؟ تحس الموضوع كبر صح؟ لا، هو طبعا اهانه الزي الفرعوني حاجه يعني ما تسكتش عليها. يعني ما فيش واحد مصري ممكن يسمح ان الزي الفرعوني يتهان. لا يعني برافو عليهم والله، حاجه عظيمه. مش عارف اقول لك ما هو مش واضح بقى ايه يعني انا قريت البيان مره واثنين وثلاثه مش فاهم، هل المشكله انها دخلت صورت في الموقع الاثري ولا المشكله انها لابسه لبس فرعوني؟ ولو لابساه فايه المشكله؟ ايه الحاصل فيه؟ مشكلة غالبا ان المسؤول استاذ مصطفى وزيري المسؤول عن مجلس اعلى الاثار غالبا ما عندوش انترنت، غالبا ما جربش قبل كده يخش على جوجل ويكتب مثلا تمبل او سكارا بيراميدز او اي حاجه ويتفرج على الصور. لو بذل الكلام ربع جنيه كان هيشوف ان الصور اللي متصوراها الموديل دي اللي اسمها سلمى مش عارف ايه دي في عشرات مئات صور زيها. كان هيلاقي صور لتحيا كاريوكا، لصور لساميه جمال، كان هيلاقي صور لنجوى فؤاد، هيلاقي صور لرقصات كتير اخرها روبي موجوده جنب الهرم، كان هيلاقي صور كتير جدا. فلو هو بذل مجهود شويه ودخل على الانترنت واتفرج على الصور قبل ما يعمل الكلام ده كان هيلاقي حاجات كتيره جدا تقول له اللي انت بتعمله ده مفيش حاجه اسمها كده. ده اولا. ثانيا، حتى لو فرضنا ان هو ما عندوش انترنت بس اكيد اكيد عنده كتاب فيه اللوائح والقوانين اللي بتحكم بالظبط شغله. بالظبط. لو كان فتحه انا هقول لك ان هو راجل لسه يعني جاي من المريخ ما عندوش انترنت ما شافش حاجه قبل كده، يعني اتولد يوم الثلاث اللي فات. لو هو اتولد يوم الثلاث اللي فات وفتح الكتاب اللي على مكتبه ويشوف اللوائح اللي عنده هيكتشف ان ايه بالظبط التهمه. يعني انت مشكلتك في ايه؟ انا ممكن اقول ان في اقصى حل، في اقصى حاجه يعني ده واحنا فاضيين مش لاقيين حاجه نعملها، يعني انه ممكن نقول ان هو يحاسب اداريا الموظفين المسؤولين في منطقه سقاره باعتبار ان دي صور ممكن نقول مثلا صور تجاريه، فالمفروض كان يطلع لها تذاكر مختلفه عن التذاكر العاديه، وانتوا كده في الحياه دي يعني الست ايه ارتصتكم او دفعت لكم قرشين مثلا 5 جنيه لكل واحد فتحاسبوا اداريا على الكلام ده. ده لو هو يعني فاضي كراجل امين ودي عام مجلس مخالفة اصلا. يعني مش حاجة جنائية، مش حاجة تستدعي ان اروح اقبض عليها بعدها بيوم. والحقيقة انه انا مش عارف هل ده اثار سلبية، لانه طبعا احنا بقينا في حاجات كتير بنناقشها بمنطق الهزار. في النهاية ما بتبقاش عارف تتعامل معاها ازاي غير انك تهزر، لان هي فعلا في حد ذاتها هزار. بس الاثار السلبية بقى اللي بتترتب على ده، يعني الصورة اللي انت بتصدرها للخارج، ده مكان سياحي فبالتالي دي اماكن سياحية ودي دولة سياحية. الصورة لما تروح في الخارج وتتنشر في الخارج ويكون العنوان بالشكل ده ويكون يوصل الانطباع عن مصر بالشكل ده، هل الموضوع يعني بسيط وعادي ولا يعني ممكن يكون له اثار بقى سلبية؟ قال لي حضرتك يا استاذ تامر ان الخارج يعني لو فرضنا الخارج ده المقصود بيه مثلا الغرب، المقصود بيه امريكا، المقصود بيه اي حاجه بره البراميل يعني، فالخارج بيتعامل معاك بمنطق النكته، يعني بتعمل حاجات كتير جدا ما خدتهاش بجد يعني خلاص. طب احنا تجاوزنا مرحله الخارج دي من فتره، لان اللي بيحصل ده عبث يعني. ده ايه ده؟ ايه يا راجل اللي بيحصل ده؟ مفيش يعني احنا حاجه. كنا فاهمين وبعدين القصه لما ظهر اتنين مثلا طلعوا فوق الهرم وصوروا مقاطع اباحيه، لانه في قانون بيمنع انك تتسلق الهرم وفي قانون بيمنع انك تصور حاجات اباحيه في مكان عام او تصورها يعني عموما. ففي قانون وفي حاجه بنتكلم فيها. هنا حضرتك القصه اللي بتحكيها بتاعت الاثنين الهولنديين او الدنماركيين مش فاكر جنسيتهم دي جنايه. بالظبط تصوير فيلم اباحي في مصر دي جنايه، بالظبط. تسلق الهرم دي جنايه مش جنحه، يعني التواجد في المنطقه الاثريه بعد الاغلاق دي جنحه. فانت عندك حزمه جرائم اتعملت، ده كلام انا قادر افهمه. لكن الموديل دي سلمى الشامي دي ولا سلمى الشامي دي عملت ايه؟ مفيش اي حاجه خالص خالص. يعني حضرتك لو بكره الصبح خطفت رجلك
ورحت انت بنفسك عند منطقه سقاره ولا الهرم ولا دهشور ولا بنت اي حته من الازهار دي، هتلاقي مليون خواجايه بقى لابسه اللبس ده بتتصور، ده بيتباع هناك حضرتك، ياجروه البسوا يتصوروا بيه اه ب 10 جنيه ولا بالظبط حاجه. بالظبط. مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه نكته يعني، اللي بيحصل ده نكته مفيش اه يعني. عارف مثلا حضرتك، مثلا لو قلنا انها عامله مثلا صور لانجري هناك، صور اه قمصان نوم هناك، هنقول لك ماشي يعني، هنمشي الموضوع باي حاجه. انما واحده لابسه لبس فرعوني ومتصوره قدام قصر، ايه يعني؟ زي ما حضرتك قلت، هو بيتباع اصلا في الاماكن هناك، عشان كده في ناس نشرت عشرات ومئات الصور لسياح والناس عاديين والناس مشاهير لابسين لبس يا فرعوني بنت بالشكل ده ومتصورين، ففين المشكلة؟ سامية جمال، نجوى فؤاد، روبي، في انا اكتب بس على جوجل من الفنانه جنبها كلمه هرم، هتلاقي اه مليون دي بالظبط. والطف من دي واكثر اثاره من دي موجوده، المليون واحده مشهوره يعني، اخرها روبي، روح بضع على روبي بقى. هل الموضوع مرتبط بانه حصل مثلا، لانه في بعض الحالات بيكون في رد فعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فالمسؤول بيبدأ يحس بالخوف فياخد خطوة هو لقدام ويقول انا ماليش دعوة، علشان يعني يقدم الموضوع للنيابة فيخلع. لكن في واقعة زي دي انا ما شفتش اصلا غضب ولا مثلا حاجة فيها رد فعل اوفر، ولا انا ناس كتير ما شافتش الموضوع غير لما اتنشر عنه اصلا خبر النيابة. ايوه الدكتور مصطفى وزيري خايف من ايه؟ يعني انا ممكن افهم لو لا انا مثلا بتكلم في مثلا عموما مثلا في بعض الوقائع التانية، يعني انه لما يحصل رد فعل غاضب على حاجة حتى لو هي مش مخالفة للقانون بس المزاج العام رافضها، فهو يحاول يتبرأ منها، لكن في موقف زي ده ما شفناش حتى ده، يعني ما شفناش انه حد نشر الصور وقعد يتكلم غير لما القرار اتاخد. الحقيقه ان صور التعليقات على الصور كانت نوعين، نوع واحد معجب بيها لانها تشوفي، نوع تاني بيتريق عليها عشان هنا. فيعني لو ده الموضوع اللي ممكن يشغل مخ السيد الامين العام لمجلس اعلى الاثار، هي حلوه ولا تخينه؟ ماشي خلاص يعني، لو دي حاجه شاغله مخه فتمام، بالتوفيق. بشكرك استاذ مجدي عاطف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر فيلم سكايب من القاهرة.